الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله عندما كان وزيراً للداخلية في ذلك الوقت حذر من خطورة تنظيم الإخوان الدولي، فقال: الإخوان يسعون إلى انتزاع القيادة والحكم. وأشار إلى نقطة مهمة أخرى، أن من كان يساند الإخوانشية في السعودية هم بعض المقيمين، فتم إبعادهم إلى بلدانهم بعد أن حاولوا النيل من المملكة العربية السعودية، وها هو يتكرر اليوم في الكويت، ويستعين إخوان الكويت بالمقيمين الإخوانشية الهاربين من مصر، ويتم استغلالهم في تمويل الإخوان خارج الكويت وفتح حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي الوهمية لإثارة الفتنة والدعوة إلى الشقب. وقد نبه رحمه الله الشيخ سعود الناصر الصباح عن خطورة الإخوان وعن مساومتهم المالية للوقوف مع الكويت ومنعهم طلبة الكويت بأمريكا من الالتحاق بالجيش الكويتي لتحرير وطنه من الغزو العراقي. وأثناء الغزو العراقي على الكويت قال عرابهم الإخوانشي للطلبة الكويتيين بأمريكا: لنجرب أن يكون حكم الكويت شعبي. لذلك كانت إحدى مطالبهم حكومة شعبية أثناء شغب كرامة وطن. هذا ما أكده يوسف ندى أنه عرض على صدام حسين أن ينسحب من الكويت مقابل دخول جيش إسلامي. كان هدف الإخوانشية في ذلك الوقت أن تتحول الكويت إلى دولة إخوانشية يسرقون مواردها. فالإخوان يصنعون الإرهابيين ويصنعون شباب بلا انتماء ولا ولاء لأوطانهم، يساهمون بنشر الرعب والإرهاب داخل الأوطان الآمنة، حلفاء لملال الحرس الثوري الإيراني، وهم أول من بارك للثورة الخمينية. وصدق الشيخ محمد بن رمزان الهاجري عندما قال: لولا الإخوان المسلمين لكان المسلمون إخوان.